أنا دكتور عدلي قندح، رح أحكي لكم اليوم عن كتاب محركات النمو الاقتصادي الذي قمت بتأليفه عام 2021. الكتاب يتكون من 12 فصل تقريبا، ويتحدث عن أهم محركات النمو الاقتصادي في الأردن وأهم العوامل التي تساهم في إحداث قفزة في عمليات النمو الاقتصادي في الأردن، وأيضا يغطي مجموعة متنوعة من المواضيع التي تتعلق بالسياسات والتشريعات والقوانين التي تحكم عملية الاستثمار ودور هاي السياسات في إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية الاقتصادية في الأردن. الكتاب زي ما ذكرت في مواضيع متنوعة، ويفيد طلبة كلية الأعمال بشكل مباشر، وأيضا باقي الطلبة ممكن يستفيدوا من هذه المعلومات المتوفرة في هذا الكتاب، وأيضا مفيد للباحثين وللأساتذة اللي عندهم رغبة في الاطلاع على تجربة الأردن فيما يتعلق بأبرز محركات النمو الاقتصادي في الأردن. الكتاب متوفر في مكتبة جامعة اليرموك حاليا، ويمكن الاطلاع عليه والاستفادة من المعلومات المتوفرة في هذا الكتاب.